اليوم وقد تكون أفضل ربع ساعة للأنصار. خروبي يمشي مع الكرة بيعود الخروبي أخطأ الخروبي الحج مالك بيسدد جول 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 الهدف. نادر بينقلها على الجهة اليسرى تقدم الشبريكو الكنترول من الشبريكو والبحث عن الكرة العرضية الرأسية حج مالك بيسدد الأنصار كرة بالخطأ اللواتي اللواتي بعد الهدف بعد الهدف جول مالك التل مرة جديد زينة وعلي فحص عم ينطلق اللواتي بفاصل مهاري شوفوا اللواتي ملا مشوار عمل مهاري بيلعب على الحج مالك الحج مالك عم ينفرد بعلي دار الحج مالك وحج دار حج مالك جول أمامية نصار ناحية كريم درويش حلو كتير حلو كتير المرور كريم درويش كريم كريم تمريرة والحج مالك داخل الشباك الهدف الرابع للأنصار الهدف الرابع للأنصار يا كريم درويش شو هالمباراة يلي عم بتقدمها وكريم درويش بالإعادة ما كان أناني أبدا ما كان أناني أبدا مرر اليوم على الكرة أمامية والحج مالك يا لطيف يا لطيف
الهدف السادس 6-0 من الحظ مالك. تحديدا عبد الله عايش بكل مرة على الجهة اليسرى مع نادر بطل التقدم منه لعند حسن معطوم. ممتاز الهجمة الأنصارية، ممتاز الهجمة الأنصارية مع الكرة الأرضية. لحسام اللواتي التمريره للمعتوق، المعتوق المعتوق بيحاول يلعب الكره العرضيه، هذا الشيء اللي بيصير والحاج مالك جول 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 عم المعتوق عم يلعبها قصيره باتجاه نادر لحسام اللواتي. جول بوسط الملعب بيتقدم محبوس بيلاقي نصار، نصار نصار بيتقدم نصار بيعكس الكرة العرضية لحاج مالك بيسدد جول. حاج مالك، الحاج مالك بيتقدم، الحاج مالك، الحاج مالك بيسدد داخل الشباك، داخل الشباك الهدف المطلوب بوسط الملعب. وبالتالي هيدا الدور في حال حاول فريق الانصار انه يعتمد عليه للحاج مالك فيه بكل تأكيد مش رح يلاقي النجاح المطلوب منه. مرة جديدة محمد حبوس بتتحضر امام الحاج مالك، الحاج مالك وفرصة الهاتريك، وهيدا الشيء اللي بيصير. الحاج مالك فعلا هداف، الحاج مالك عندما يستلم الكرات داخل منطقة الجزاء. فيصل انور امامي باتجاه الحاج مالك، عبد الله بن سعود، اوه لا تلعب بالنار خطره هذه، اوه مصطفى زيد تلعب الكره هذه امامي الحاج مالك، خطره هذه لمصلحه الرياض، الحاج تركها لخلف العنزي، خلف عرضيه خطره. ومحمد شفيق، او خطرة هذه مالك، جول جول يا الثالث 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 لمصلحة الرياض. الكرة الماضية هذا اللاعب ما يترك لحاله، بالاضافة كمان لكريم درويش، فرصة لمريم الانصار، فرصة لمريم الانصار، رح نشوف الهدف الثاني. والحج مالك
الفرنسي مره جديده عم ينجح عم يرفع الكره الانصار عم يروح مع الحج مالك الحج مالك الحج مالك جول ملك منطقه الجزائر كل الكرات يلي لحتى يحسب للسيسي كيف قطع الكره ويحسب لمعتوق يا ملك يا لعيب الاسيست التمريره نصار نصار بيتقدم نصار بيتابع نصار ممتاز نصار الحاج مالك اخطا وحبوس بيسدد جول تمريرة مع الشاكا للحاج مالك شوفوا من وين عم بيطلع يستلم الحاج مالك نادر مطر وكريستيانو بيوزور بيرتكب الخطأ على الحاج مالك يعني حسام اللواتي بيستلم الكرة بيمرر حسام للحاج مالك تال حاج مالك بيمر بيتابع انطلاقته الحاج مالك بيدخل منطقة الجزاء لا في خطأ لصالح الأنصار وبطاقة صفرة لحسين محيدلي ملا مجهودك